يعني عندك انت متصل بالنجدين، انت من قام قبض على صارت من الكريستال عمد انا وغيري ارتاح، هاي وضعي تصير الطاقات مالية بجسمي، تصير عند الرجلي، عند ضربات البطنة، لحد الان ما شفنا احد يحرك او اجانا. شنو محتاجين؟ حاله ماديه ما اريد اي شيء، بس مجرد اخراج خارج الفضل بس للعلاج مالتي، يعني شلون مثلا نفسي وشنو ذنب السواق، بس مجرد التطبط على اعصابه. حتى يصير مثل كل شرطي يريد يقوم بواجبه، اذا شاف هاي حالتي ما صار بعد اي شرطي يتعرضون على اي مجرم او يطلب على اي احد. لان تفكر مثل ما راح يصير مصير مصير هذا الشرطي بها سواء رابط حال. شوف هاي عمليه ما اقدر تحملها منها، هاي الاصابات وانا يا بس هو اخوي الوحيد، عوائلنا عايشين بالبيوت، يعني هسه اي منتسب قاعد يجي ويشوف الوضعيه يعني يقول يصير حتى بالغ غير شيء، حتى يصير تخاف بالواجب. يا استاذ سعد العيدان اذا تريد تعرض على بصره مالتك انتبه لمنتسبينك، انت طال الشر.